الآن استوديو الحدث. أهلا بكم مشاهدينا، أنا ضحى الزهيري أحييكم إلى استوديو الحدث. هذه أبرز العناوين. بين ضغوط واشنطن والمتظاهرين ورفض اليمين، نتنياهو يقر بقصور في مقترح بايدن لوقف الحرب في غزة ويتجه لقبوله. لقاء مصري إسرائيلي أمريكي اليوم بالقاهرة لإعادة فتح معبر رفح واستمرار الجدل حول إدارته. أحمد نجاد ينضم للمترشحين لانتخابات الرئاسة خلفا لرئيسي، وجدل بين المترشحين على شبكات التواصل. يوم مشمس وضربات صمت خلالها الجميع، ماكنزي يكشف تفاصيل لحظات مقتل قاسم سليماني. الفريق ياسر العطا يتوعد الدعم السريع بضربة أعنف ويجدد التمسك برفض الهدنة. أقر المستشار السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتقديم تنازلات في صفقة التبادل، واصفا خطاب بايدن بالسياسي. قال في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية إن المقترح الإسرائيلي للصفقة يتضمن بنودا ليست جيدة، لكن هناك رغبة حقيقية لإطلاق سراح المحتجزين على حد قوله. أضاف أنه لا تزال هناك تفاصيل كثيرة تحتاج إلى العمل عليها، كما شدد على أنه لن يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار حتى تحقيق جميع شروط وأهداف إسرائيل. هذا وكشف تقرير لهيئة البث الإسرائيلية تفاصيل جديدة متعلقة بمقترح وقف إطلاق النار في غزة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذكرت أن كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية يمارسون ضغوطا على المسؤولين في الشرق الأوسط والمنطقة لإقناع حماس بالموافقة على اقتراح لوقف إطلاق النار، وأنهم قدموا رسالة إضافية إلى مكتب نتنياهو وأخرى إلى قطر. أضافت أن الوثيقة تستند إلى تحسين الاقتراح الإسرائيلي الأخير الذي قدمه للوسطاء في نهاية إبريل ورفضته حماس، وأن إسرائيل وافقت بشكل شبه كامل على الخطوط العريضة لإطلاق سراح الرهائن الذين حددتهم حماس سابقا. وكشفت الهيئة أن كبار المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون بأن هذا هو الوقت المناسب للتحرك نحو الصفقة. قالت الهيئة إن أعضاء الجهاز الأمني اعترضوا على رفض نتنياهو الموافقة على الاقتراح الذي قدمه فريق التفاوض الإسرائيلي في البداية، وتضيف أن نتنياهو اضطر أخيرا لقبول اقتراح الفريق المفاوض والموافقة على نفس الوثيقة التي تضمنت الاقتراح الإسرائيلي الذي قدم إلى الوسطاء. من جانب آخر، هدد وزير المالية الإسرائيلي بسليل سموتريتش ووزير الأمن القومي إتمار بن غفير بالانسحاب من حكومة بنيامين نتنياهو إذا وافق على مقترح الرئيس بايدن. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن سموتريتش قوله إنه لن يوافق على وقف إطلاق النار في غزة قبل القضاء على حركة حماس، كما اعتبر أن الموافقة على المقترح ستكون انتكاسة كبيرة لما وصفها بإنجازات الحرب، وذلك من خلال انسحاب الجيش والسماح بعودة سكان غزة لشمال القطاع. أما وزير الأمن القومي إتمار بن غفير فوصف مقترح بايدن بالصفقة المعيبة التي تنصر الإرهاب وتهدد أمن إسرائيل، واعتبر أن الموافقة عليه ستعد هزيمة نهائية لإسرائيل. وعلى الجهة المقابلة، وصف زعيم المعارضة يائيل لابيد تهديدات بن غفير وسموتريتش بالانسحاب من الحكومة بأنها تعني التخلي عن الرهائن لدى حماس والتخلي عن أمن إسرائيل.
في المقابل قال رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان الذي انضم لتحالف من المعارضة مؤخرا أنه تلقى عرضا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتولي وزارة الدفاع نهاية الأسبوع الماضي. ونقلت دعود أحرنوت عن ليبرمان قوله أن نتنياهو يتعرض لضغوط شديدة من المسؤولين العسكريين لوضع خطة ما بعد الحرب. سنة אחרי سنة הם עושים כנס בטהרן, כנס שנתי, להכחשת השואה. وبعد التطورات الأخيرة خرج آلاف الإسرائيليين للتظاهر في تل أبيب والمدن الكبرى مطالبين حكومة نتنياهو بإبرام صفقة تبادل الأسرى وإنهاء الحرب، بينما اعتقلت قوات الأمن عددا منهم. أشعر أن اليوم هو يوم مهم جدا. بايدن تحدث عن مقترح اتفاق وعلى حكومتنا أن تسمع. حتى الأشخاص مثلي غير المسيسين والذين لا يتظاهرون بشكل منتظم يعتقدون أنه علينا القبول بالاتفاق. لقد حان الوقت المناسب للقيام بذلك. لدي إحساس أن الرئيس بايدن يهتم لأمر رهائننا أكثر مما يفعل نتنياهو وحكومته. نتنياهو يهتم فقط ببقائه السياسي ويقيس كل شيء بما فيه حياة الرهائن على هذا الأساس. لذلك تبين أن الرئيس الأمريكي يهتم أكثر لحياة الرهائن مما يفعل رئيس وزراء إسرائيل. لدي اعتقاد كبير بأن نتنياهو سينسف الاتفاق، ونحن نعول على مساعدة الدول الأجنبية ونعول على الرئيس بايدن والقادة العرب المعتدلين وقادة الدول الغربية وأصدقائنا لدعم الاتفاق حتى ننهي هذا المسلسل. نريد استعادة الرهائن، نريد انتهاء الحرب، نريد أن نتأكد من أن هناك انطلاقة نحو اتفاق قد يقود إلى إنجاز حل الدولتين واتفاق إقليمي. أعتقد أن بنيامين نتنياهو سيقبل الاتفاق في حال عدم الإنصات إلى باقي الأطراف في الحكومة، وعليه أن يهتم بالرهائن وبإسرائيل وليس بإنجازات سياسية وببقائه رئيسا للوزراء من عدمه، والناس سيرون ذلك، وإذا كان يكترث للبشر فعليه قبول الصفقة. من القدس تنضم إلينا مراسلة الحدث لانا قلغاصي. لانا أهلا بك معنا. إذا دعينا نتحدث عن جديد كل هذه الضغوط التي يتعرض لها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سواء من الشارع الذي يضغط لقبول المقترح الأمريكي أو من اليمين المتشدد الذي يضغط في الاتجاه المعاكس. بالفعل دوحة أهلا بك. نتحدث بأن الحكومة الإسرائيلية الآن أمام يعني مأزق، دعينا نشير إليه كأنه مأزق، لأن الحكومة الإسرائيلية هي مهددة بالسقوط، خاصة مع تهديدات إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي المتشدد وأيضا وزير المالية بتسلال سموتريتش. بالأمس بعد بيان من هيئة البث الإسرائيلية التي تحدثت بأن إسرائيل على ما يبدو هي موافقة للتوجه إلى صفقة تبادل أسرى أو استكمال هذه المباحثات، والصفقة التي تحدث عنها بايدن بالأساس خلال خطابه هي وثيقة إسرائيلية بالأساس تم تقديمها من قبل إسرائيل إلى الوساطة القطرية، والوساطة القطرية قامت يوم الخميس الماضي بتقديمها لحركة حماس، وبالتالي هذا يدل بأن إسرائيل هي توافق على البنود العريضة لما طرحه بايدن. ولكن من جانب آخر كان هناك ضغوطات كبيرة بإسقاط هذه الحكومة من
اليمين المتشدد من الوزراء الذي تحدثنا عنهم قبل قليل، ولكن كان هناك نقطة لافتة ضحى بأن رئيس المعارضة أو زعيم المعارضة يائير لابيد كان قد تحدث بشكل واضح وصريح بأنه يدعم بنيامين نتنياهو بعدم إسقاط هذه الحكومة، سوف يساعده حتى لو كان الوزراء قرروا بالاستقالة، هو يدعم هذه الحكومة وسوف يتواجد لمنع إسقاط هذه الحكومة إذا بالفعل بنيامين نتنياهو أكد توجهه إلى صفقة لتبادل الأسرى. كما تحدثت أيضا الشارع الإسرائيلي يريد التوجه إلى هذا الصفقة بالآلاف، أكثر من 120 ألف من الإسرائيليين تواجدوا أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية لتأييد التوجه إلى صفقة فورية لاسترجاع الأسرى الإسرائيليين. ماذا عن يعني توقيت يمكن أن تتضح فيه الأمور إذا ما كان بنيامين نتنياهو سيقبل بهذا المقترح وسيعلن ذلك؟ حتى الآن جميع الصحف الإسرائيلية والإعلام الإسرائيلي يتداول أن إسرائيل يعني توافق على البنود العريضة لهذه الصفقة نقلا عن مصادر سياسية رفيعة المستوى، وبطبيعة الحال عندما يكون هناك مثل هذه التسريبات تكون بالأساس مسربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولكن حتى الآن لم يكن هناك أي بيانات من قبل الحكومة الإسرائيلية لتأكيد هذه البنود، لا خطابات لبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي حتى اللحظة، ولكن بعد التهديدات هذا يؤكد وهذا مؤشر بالفعل بأن التسريبات هي خرجت من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. الآن لنا الشارع الذي نقلنا كل هذه الصور لهذه التظاهرات التي تريد أن تضغط على الحكومة لقبول هذه الصفقة، هل يستمر في تظاهرات؟ هل من المتوقع تظاهرات بنفس الحجم اليوم أيضا حتى إعلان الحكومة موقفها من هذه الصفقة التي طرحها بايدن؟ الملاحظ ضحى بأن بالأمس كانت الأعداد كبيرة، ربما من أكبر الأعداد منذ شهران على الأقل، يتواجد 120 ألف من الإسرائيليين، بطبيعة الحال يكون هناك 80 ألف حسب طبعا السبت الماضي، ولكن يعني بالأمس كان هناك 120 ألف، هذا دليل بأن بعد خطاب بايدن كان هناك يعني حاجة من الشارع الإسرائيلي لمحاولة الضغط بشكل أكبر على الحكومة بعد هذا الخطاب للتوجه إلى صفقة لتبادل الأسرى. طبعا من المتوقع أن تشهد الأسبوع المقبل أيضا في تل أبيب أيضا مظاهرة كبيرة وكبيرة جدا حتى يكون هناك فعليا التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى. شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات وتفاصيل. مراسلة الحدث لانا كلغاصي كنت معنا من القدس. من القدس ينضم إلينا المحلل السياسي يوني بن لاحم، أهلا بك معنا على شاشة الحدث. هل نتنياهو قادر على تجاوز معارضة اليمين المتطرف في حكومته لهذه الصفقة؟ هل هو يستطيع أن يقوم بذلك، أن يقبل المقترح الأمريكي ويتجاوز المعارضة التي ترفض ذلك المقترح بشدة؟ بالتأكيد لا، لأنه هو يريد الحفاظ على الكرسي، وفي هناك تهديد حقيقي من قبل اليمين المتشدد على الحكومة، على استقرار الحكومة، ولذلك هو لن يغامر على ذلك ويريد الاحتفاظ بالكرسي. ولكن أمام الشارع الذي يضغط لقبول هذا المقترح، وأمام ضغط أمريكي، ربما تصريحات أمريكية لأول مرة، كم يضغط ذلك على نتنياهو لقبول المقترح؟ أول شيء الضغط الكبير هو الضغط الأمريكي، الشارع الإسرائيلي لن يضغط، في هناك انقسام بالشارع الإسرائيلي، و120 ألف من الملايين هي ليس عدد كبير، أنتوا تكلمتوا عن المتظاهرين، هذول المتظاهرين هم من عائلات المخطوفين وعدد آخر من الذين تظاهروا ضد نتنياهو فترة الإصلاحات القضائية. الأغلبية في الشارع الإسرائيلي لكن حتى الشارع سيد يوني طرأ عليه الكثير من التغيير، لأنه في الأول حتى أسر الضحايا كانت تريد لهذه الحرب أن تستمر، الآن يريدون للحرب أن تتوقف. لا، الإسرائيل أنا أعتقد أنه لا، أنا أسمع الأصوات في الشارع الإسرائيلي، طبعا الكل يريد وقف الحرب، ولكن بعد
تدمير البنية العسكرية لحركة حماس، ليس قبل ذلك. وكل التسريبات اليوم في الصحف الإسرائيلية هي تسريبات من مكتب نتنياهو التي تقول بأن نعم إحنا قدمنا هذا الاقتراح إلى قطر لكي تنقله إلى حماس، ولكن طيب. هذا لا يعني. طيب، والوزراء، ماذا عن الوزراء؟ هناك انقسام كبير داخل مجلس الحرب وداخل أيضا حكومة نتنياهو، هناك متشددين، هناك متشددون مثل سموتريتش وبن غفير يتحدثان عن أنه لا قبول لوقف إطلاق النار قبل تدمير حماس، ولكن هناك من يرى بأنه هذه الفرصة سانحة الآن لوقف إطلاق النار وعودة الأسرى لدى حماس، ومن ثم يتم التعامل مع المراحل المقبلة أيضا. نعم، ولكن بدون وقف الحرب. هاي المشكلة الأساسية، هي سؤال وقف الحرب، هذا خط أحمر إسرائيلي. بالنسبة للمجلس الحرب، هذا حسب القانون ليس له صلاحيات، الذي يقر هذه الصفقة حسب القانون الإسرائيلي هو المجلس الأمن الحرب الموسع. وفي هذا الحرب المجلس الموسع لدى نتنياهو الأغلبية الساحقة، وهو يستطيع أن يشتم أي صفقة لا يريدها. ولكن أعود معك للنقطة التي كنا نتحدث عنها، وهي ما يمثله الضغط الأمريكي بهذا الحجم الآن على نتنياهو وعلى إسرائيل بشكل كامل. هل يمكن أن يدفع ذلك نتنياهو لقبول الصفقة؟ لا أعتقد ذلك. الرئيس بايدن له حدود بالضغط على إسرائيل بسبب الانتخابات، وهو لا يريد أن يخسر الدعم المالي لليهود في الولايات المتحدة والأصوات اليهودية في الانتخابات، ولذلك في حدود للضغط الأمريكي. نتنياهو تهرب من صفقة التطبيع مع السعودية رغم كل الضغط الأمريكي عليه. حتى هذه اللحظة هو لن يوافق على ذلك، وهو يستطيع أن يتهرب أيضا من هذه الصفقة. ولكن هناك أيضا الهيئة الإسرائيلية، هيئة البث الإسرائيلية، كانت قد كشفت أن كبار المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون بأن هذا هو الوقت المناسب للتحرك نحو الصفقة. أيضا قالت أن أعضاء الجهاز الأمني اعترضوا على رفض نتنياهو الموافقة على الاقتراح الذي قدمه فريق التفاوض الإسرائيلي في البداية. إذا تبدو الأمور في إسرائيل مهيئة أكثر للقبول بهذه الصفقة باستثناء بن غفير وسموتريتش. لا أعتقد ذلك. صحيح، كل اللي قلتيه صحيح، وأجهزة الأمن يؤيدون، وفي عدد من الوزراء يؤيدون، ولكن هذه الدولة الذي هو صاحب القرار هو نتنياهو، ولديه الأغلبية الساحقة في الحكومة وفي البرلمان، ولذلك هو يمشي الأمور وهو صاحب القرار وليس رؤساء الأجهزة الأمنية. ولكن هل يمكن لنتنياهو الذي تتحدث وتشير إلى صلاحياته الآن أن يقبل ويخضع فقط لوزيرين في حكومته في مقابل كل هذه الضغوط خارجية وداخلية عليه لقبول الصفقة؟ نعم، لأنه هذا يتعلق بالكرسي، وهو يريد أن يظل في الحكم، ولذلك هذا التهديد الأكبر بالنسبة لنتنياهو. وبالتالي ما الذي نتوقعه من رد من قبل إسرائيل على هذه الصفقة؟ رد من قبل نتنياهو تحديدا؟ أنا حسب تقديراتي، ليس لدي معلومات مؤكدة، ولكن حسب تقديراتي نتنياهو سيعمل مؤتمر صحفي أو سيلقي خطاب ويوضح الخطوط الحمراء. وأيضا إسرائيل بانتظار رد حركة حماس، لأنه تم النقل الاقتراح الإسرائيلي لقطر ومن ثم لحماس، وحماس تدرس الآن هذا الاقتراح، وإسرائيل تنتظر الرد الحمساوي. ولكن دعنا نتحدث عن الرد الإسرائيلي. البعض يقول أنه بايدن وضع هذه النقطة غاية في الأهمية، نقطة وقف إطلاق النار، حتى يمنع نتنياهو من المراوغة مجددا خوفا من إسقاط حكومته. هل يستطيع بايدن أن يضغط إذن بهذا الاتجاه؟ هل تستطيع هذه النقطة الغاية في الأهمية، نقطة وقف إطلاق النار، أن تمنع نتنياهو من مزيد من المراوغة كما لاحظنا في المفاوضات والمقترحات السابقة؟ لا أعتقد ذلك. نتنياهو يستطيع أن يراوغ بأي لحظة، ليس لدي أي مشاكل أن يراوغ، ولذلك لا. ولكن سيد يوني، البعض يتساءل، هل يستطيع نتنياهو الذهاب في حرب إلى الأبد؟ لا، ليس المقصود حرب إلى الأبد، لأنه يريد لا أحد يريد الذهاب إلى حرب إلى الأبد. نتنياهو إذا لم يحصل على هدف
من هدف الحرب يعني تدمير البنية العسكرية لحركة حماس فهو سيفشل، لكنه لن يستطيع 7 8 أشهر لم يستطع خلالها تدمير البنية التحتية لحماس ولا القضاء على قادة حماس. السؤال، أنت تقول بأنه يهتم بالكرسي، هل يستطيع من أجل الحفاظ على هذا الكرسي أن يبقى في هذه الحرب، يطيل أمد هذه الحرب إلى ما لا نهاية؟ هو يعمل كل شيء من أجل البقاء على الكرسي، ومن بداية الحرب كان هناك بيان واضح للحكومة الإسرائيلية إنه الحرب ستستمر على الأقل سنة حتى تدمير قوة حماس العسكرية، واليوم إحنا موجودين في الشهر الثامن، ولذلك هو لم يكذب على الجمهور وقال بصورة صريحة بأن هو يريد سنة للقضاء على حماس. لكن هل يستطيع دون دعم أمريكي؟ الولايات المتحدة لا تستطيع خلال فترة الانتخابات الرئاسية أن توقف المساعدات لإسرائيل، كما فهمتك. الرئيس بايدن لن يغامر بذلك لأن هذا يتعلق بمستقبله السياسي. شكرا جزيلا، المحلل السياسي يوني بن مناحم كنت معنا من القدس. شكرا لك. وفي استوديو الحدث، لكن بعد الفاصل، لجنة طوارئ بلدية شمال غزة تعلن مخيم جباليا منطقة منكوبة وتدعو لتدخل دولي. ليست كغيرها، ليلة لعرض المقدمات وطرح التساؤلات، بحثاً عن النتائج والإجابات، لفتح ملفات لم تغلق، وبحث قضايا لم تحسم، لاستقراء ما هو كائن واستشراف ما هو قادم واستكشاف ما هو واقع في مسرح الأحداث. ليلة للحوار حول القائم والمستجد، بمشاركة الأطراف وتنوع الأطياف وبحضور الوسائل الأحدث، في المتابعة والعرض والتحليل. الأخبار الليلة يومياً 5 بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. منذ ولدنا ونحن نصارع الحياة، نترك أشياء من أجل أشياء أخرى، نحاول جاهدين أن ندرك، أن نعرف السر في الوصول إلى غايتنا من العيش الكريم بلا حروب أو صراعات أو جوع أو مآسٍ. لطالما كانت الأمنيات صعبة التحقيق والأحلام تبقى أسيرة الواقع الذي طالما ننتظره أن يتغير. تلفزيون القاهرة الإخباري عن مصدر رفيع المستوى أن اجتماعا بين الجانب المصري والأمريكي والإسرائيلي سيعقد اليوم الأحد في القاهرة لبحث إعادة تشغيل معبر رفح، مع تمسك مصر بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من المعبر، حيث أوضح المصدر أن القاهرة أكدت لكافة الأطراف موقفها الثابت والقائم من عدم فتح معبر رفح طالما بقيت السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني منها، مشيرا إلى أن القاهرة تحمل الجانب الإسرائيلي مسؤولية عواقب هذا الإغلاق وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. ومن جانب آخر، أفادت وسائل إعلام مصرية أن السلطات في مصر تبذل جهودا مكثفة للعودة للمفاوضات في إطار الطرح الأمريكي الأخير.
من القاهرة ينضم إلينا مراسل الحدث تامر نصر. تامر أهلا بك معنا. إذن جديد هذه المباحثات التي ستعقد اليوم في مصر، الأمريكية الإسرائيلية المصرية والمتعلقة بإعادة تشغيل معبر رفح. الوفود الثلاثة يا ضحى سوف تتناقش فقط في هذه النقطة، ربما يكون هناك عروج على نقاط أخرى تتضمنها المبادرة التي طرحها الرئيس بايدن والتي لا تخرج كثيرا عن الحلول التي كان قد طرحها الوسيطان المصري والقطري، ولكن جل التركيز في هذا الاجتماع على مسألة معبر رفح والتواجد الإسرائيلي هناك. وجود الآليات العسكرية الإسرائيلية لا يحظى بأي موافقة على الإطلاق من الجانب المصري، وهناك إصرار على انسحاب هذه الآليات العسكرية قبل إعادة تشغيل معبر رفح مرة أخرى. معبر كرم أبو سالم كان قد بدأ العمل على مدار الأسبوع الماضي، ثم تناقصت الحركة قبل أن يغلق بالأمس للأجازة الأسبوعية إلى 10 شاحنات فقط، بالمقارنة بأكثر من 100 شاحنة خلال الأسبوع. ولكن بالنسبة لمعبر رفح فما يدخل ما يعبر من خلاله صفر. هناك نقطتان، النقطة الأولى تتعلق بالثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية، ومسألة أن مصر لم تكن ضمن اتفاقية المعابر في ثمانينيات القرن الماضي، ولكن من وقعها هم إسرائيل والسلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، ولكن قبلت القاهرة بالشروط التي عينت وقتها، وهي الإدارة الفلسطينية للمعابر، وهي لا تريد التنازل عن هذا الشرط. ربما تكون هناك طروحات لبعض الحلول الأخرى، وهي مرتبطة عموما بمبدأ ما يحدث في اليوم التالي للحرب، وهو إدارة قطاع غزة، وبالتالي إدارة المعابر هي جزء من إدارة قطاع غزة، فبالتالي بعض المقترحات ربما تتمحور حول وجود ممثلين فلسطينيين يمثلون العشائر أو غير منتمين بمعنى أدق كنوع من الحلول الوسط، أو ربما يكون هذا تمهيد لعودة السلطة الفلسطينية مرة ثانية للمعابر. يعني كل هذه الطروحات هي ما يمكن أن يفكر فيه المحللون لنا ناحية الحلول الوسط التي يمكن أن تقدم في مثل هذا الاجتماع، ولكن الجل الاجتماع سوف يركز على هذه النقطة بالذات، لأنها أيضا تتعدى حدود الأمن والسلامة بالنسبة لسائق الشاحنات الذين يدخلون من البوابة المصرية يتجهون جنوبا لمعبر العوجة للتفتيش ثم يعودون للبوابة الفلسطينية، فبالتالي وجود آليات عسكرية إسرائيلية على الجانب الفلسطيني من المعبر سوف يعرضها لهجمات من الفصائل الفلسطينية طالما أن وقف إطلاق النار لم يطبق، وبالتالي سوف يكون هناك خطورة على المساعدات وعلى سائق الشاحنات، وهو أيضا مبدأ آخر يعني يتعلق بأمن وتأمين هؤلاء السائقين أثناء دخولهم إلى المعبر. فإذا جمعنا هاتان النقطتان، نقطة ثوابت القضية الفلسطينية ونقطة الأمن بالنسبة لدخول السائقين، فنجد أن القاهرة لديها موقف قوي لهذه الناحية، وربما يكون هناك تمسك به حتى يتم بالفعل انسحاب الآليات العسكرية تمهيدا، أو ربما تكون خطوة استباقية لتطبيق المبادئ الأخرى أو العوامل الأخرى التي سوف تؤدي إلى الهدنة ووقف النار وتبادل الأسرى والرهائن وغيرها. تامر، طبعا نحن كنا تابعنا معك يعني في مداخلات كثيرة من أمام معبر رفح، كيف كانت الحركة، ما الذي كان يحدث في معبر رفح الآن بعد هذا التوتر وبعد الموقف المصري بعد سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من هذا المعبر؟ أعلم أنك تتحدث معنا من القاهرة، ولكن شكل الاختلاف في من أمام المعبر قبل وبعد هذا التوتر. الحركة الآن صفر أمام المعبر، يعني أنا على اتصال دائم بعدد من الزملاء المتواجدين هناك. توقف الشاحنات ما زال، أو تكدس الشاحنات في هذه الحالة لنستخدم التعبير الأدق، ما زال كما هو. تم سحب عدد من الشاحنات إلى المنطقة اللوجستية التي تبعد بضعة كيلومترات عن معبر رفح، بينما ظلت الشاحنات التي تدخل من معبر كرم أبو سالم على مدار الأيام الماضية في نفاذها من خلال بوابة كرم أبو سالم، والتي تخضع للتفتيش، تفتيش الشاحنات من خلال أجهزة التفتيش التي تدخل من خلالها تلك الشاحنات. فرأينا مثلا أنه في اليوم الأول دخلت أكثر من 150 شاحنة، ثم 120 شاحنة، ثم 190 شاحنة في اليوم الرابع، وانخفضت إلى 10 شاحنات في يوم الجمعة قبل أن يغلق معبر كرم أبو سالم. أما بالنسبة لحركة معبر رفح، لا مسافرين ولا شاحنات. معبر رفح ليس مجهزا بالمناسبة لدخول الشاحنات، هو معبر
المعبر للمسافرين فقط، ولكن استثناء في إطار هذه الظروف كان يتم عبور الشاحنات من البوابة المصرية ثم الاتجاه جنوبا كما ذكرت إلى معبر العوجة للتفتيش من قبل السلطات الإسرائيلية، ثم العودة للدخول من معبر رفح البوابة الفلسطينية. حتى هذه الحركة توقفت تماما بطبيعة الحال، توقفت حركة المسافرين لأن الطواقم الفلسطينية المسؤولة عن صالة السفر من غزة انسحبت تماما منذ أن بدأت العمليات العسكرية الإسرائيلية، ورأينا الآليات العسكرية متمركزة في معبر رفح من جهة غزة. معك دائما في كل جديد، ونتابع معك التطورات المتعلقة بهذه المباحثات التي تعقد اليوم في القاهرة بخصوص معبر رفح. شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والتفاصيل. مراسل الحدث تامر نصرت، كنت معنا من القاهرة. من القاهرة ينضم إلينا الدكتور محمد مجاهد الزيات، مستشار المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث. في هذه المباحثات اليوم، والتي ستركز بشكل كبير وأساسي على إعادة تشغيل معبر رفح بعد التوترات بين مصر وإسرائيل، بعد سيطرة القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من هذا المعبر، باعتقادك هل هذه المباحثات والاجتماعات التي ستعقد اليوم يمكن أن توجد صيغة قانونية لإدارة هذا المعبر وتقبل بها مصر وتقوم بتنفيذها إسرائيل؟ يعني هو دعيني أشير إلى أن انعقاد هذا الاجتماع جاء بعد إعداد أمريكي بالدرجة الأولى لترتيبه ولتقريب المواقف. كانت موقف المصري كان محدد المعالم واضحا أنه لا تعامل مع المعبر طالما بقيت إسرائيل تحتل الجانب الفلسطيني منه، ورفضت إدخال المساعدات تماما من هذا المعبر، وأكدت أن هناك 6 معابر أخرى يمكن أن تدخل منها المساعدات إذا كانت صدقت نوايا إسرائيل في حرصها على دخول المساعدات. الولايات المتحدة الأمريكية قامت بجهود لإقناع إسرائيل بالانسحاب من تلك المعبر من الجانب الفلسطيني من المعبر، ولكن كانت القضية الشائكة ولا تزال حتى الآن هي من يسيطر على الجانب الفلسطيني هناك. هناك رفض تماما لأن يكون هناك ممثلين لحركة حماس على الجانب الآخر من المعبر، وطرحت فكرة أن تكون هناك عناصر من السلطة الفلسطينية طبقا لما لاتفاقية المعابر الأصلية ومن ضمنها معبر رفح. وكانت إسرائيل تعترض على اعتبار أنه لو جاء ممثلين للسلطة بصفة رسمية معناها أنها أقرت أن السلطة ستعود إلى غزة، وهي تريد أن تبقى هذه ورقة مساومة على السلطة. وبالتالي هناك حلول وسط، أن يكون هناك عناصر فلسطينية في غزة من التابعين للسلطة الفلسطينية يتولون إدارتها، ربما في تقدير أن يكون هذا هو الحل الوسط لإدارة المعبر. هل ينجح الجانب الأمريكي الذي رتب لهذا اللقاء وهذه الاجتماعات في يعني تقريب وجهات النظر؟ لأن حضرتك كما قلت مصر لديها موقف واضح أنه لا فتح لمعبر رفح قبل أن تنسحب القوات الإسرائيلية، التي أصلا يعني ليس من حقها التواجد في تلك المنطقة حتى ولو كان ذلك من الناحية الفلسطينية. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية مارست ضغوطا، ولكن هو السؤال متى إلى لأي مدى سينسحب القوات الإسرائيلية من المعبر. أعتقد أنها ستكون على مقربة منها، يعني لن تتحكم في عملية دخول المساعدات من هذه المنطقة لأنه أولا سيتم تفتيشها بعيدا، ولكنها لن تتحكم في العابرين إليها، لكنها ستراقبهم تماما. هذا كما كانت تقوم بإسرائيل بالفعل دكتور محمد منذ 7 أكتوبر. يعني أصلا نقطة مهمة جدا متعلقة بعدم دخول المساعدات بالشكل اللازم وأحيانا تحجز في الداخل الإسرائيلي، أنه كانت تمر بنقاط تفتيش إسرائيلية، كانت إسرائيل تعترض على بعض المواد في بعض الشاحنات وتوقفها. هذا أمر واضح جدا، والمواد التي تعترض عليها إسرائيل تحرص مصر على ألا تكون موجودة في هذه الشاحنات. لا، أنا أقصد أنه كان موجود، أنه إسرائيل كانت موجودة وكانت تتحكم من بعيد في دخول هذه المساعدات. الآن اقتربت أكثر، أصبحت على المعبر مباشرة من الناحية الفلسطينية. حضرتك تقول أنه إذا انسحبت إسرائيل قليلا قد توافق مصر، هل توافق مصر فعلا؟
هل تسمحين لي بإيضاح وجهة نظري لو تكرمت؟ أنا ما أقصده أن حضور الإسرائيلي في التفتيش لا يتم في معبر رفح، ولكنها كانت تدخل من معبر كرم أبو سالم، تبدأ للعوجة تتم تفتيشها ثم تعود. لكن ما أقصده بالانسحاب الإسرائيلي والانسحاب العسكري من الجانب الفلسطيني، لكنه لن يكون بعيدا لمراقبة ما يجري، ولأنها تخشى أن تتم عمليات تهريب من تلك المنطقة ولا تكون حاضرة أيضا، رغم أن تم المعبر وتم الإقرار بوجود سلطات فلسطينية لتكون تؤكد أنها حاضرة في تلك المنطقة. هذا ما أريد إيضاحه. طيب، أيضا من متابعتك ومراقبتك طبعا لهذا الملف، باعتقادك إسرائيل تعلم كل ذلك، هل توافق على محاولات الولايات المتحدة الأمريكية لتقريب وجهات النظر وتنسحب فعلا من تلك المنطقة؟ لأنه مصر ليست فقط مهمة في معبر رفح، مصر مهمة في كل التفاصيل المتعلقة بهذه القضية، بهذه الحرب على قطاع غزة، بهذه القضية الفلسطينية. القضية في المعبر ليست فيها، يعني إذا كنا نسلم أن هناك علاقات ثنائية بين مصر وإسرائيل، وأن إسرائيل لا تريد توترا متصاعدا في تلك العلاقات، لكن هناك أيضا موقف دولي ضاغط يتحدث عن المساعدات الإنسانية كأولوية. هناك قرار محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية والضغوط الدولية على اتساع العالم، وإسرائيل تريد التخفيف من ذلك بدخول المساعدات. لن تغير المساعدات عندما تدخل من الوضع العسكري أو من الهيمنة الإسرائيلية التي تقوم بها، ولكن القضية ستكون كذلك في تفاصيل سوف تطرأ. من سيقوم بتوزيع هذه المساعدات؟ هي ترفض أن يكون هناك حضورا لحماس سواء في على المعبر أو في عملية توزيع المساعدات، وهي ترفض أيضا الأونروا، وبالتالي أعتقد أنه ستكون هناك مشكلة ستثيرها في هذا الاجتماع، وعلى الاجتماع أن يبحث عن حل لها. شكرا جزيلا دكتور محمد مجاهد الزيات، مستشار المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا. أعلن رئيس لجنة طوارئ بلديات شمال غزة مخيم جباليا منطقة منكوبة، داعيا الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية للتدخل العاجل. أكد رئيس لجنة طوارئ بلديات شمال غزة تدمير 50,000 وحدة سكنية وتجريف شبكات الصرف والطرق في معظم بلديات شمال غزة، مضيفا أنه تم تدمير 35 بئرا للمياه والمدارس ومرافق الأونروا. كثير بيوت مصورة من وراء هذا المحل. في استوديو الحدث، لكن بعد الفاصل. الخارجية الإيرانية تستدعي القائمة بالأعمال السويدي احتجاجا على ما وصفته بالاتهامات الخبيثة. الطائفة الأرمينية في فلسطين الثالثة بعد الروم الأرثوذكس واللاتين من حيث العدد في فلسطين،
إن إحنا ما بنقدر نعيش بالقدس بدون هاي الأرض. نحن كأرمن نستعمل هاي الأرض مش 20-30 سنة، 500 سنة. من هم الأرمن؟ لماذا هم متواجدون في القدس، في البلدة القديمة في القدس؟ ما هي عاداتهم؟ ما هي ثقافاتهم، تقاليدهم؟ صحيح إنه في عروقنا في دم أرمني، ولكن إحنا كتير فلسطينية. وين ما أنت انخلقت هناك أنت بصير عندك انتماء للبلد هاي. أنا بسمي حالي فلسطيني أرمني. وكإيصال رسالة من قبل الأرمن هنا بأننا لن نسلم أي أرض، وهذه ملكية للأرمن المتواجدين في القدس منذ آلاف السنين. على الأرض، السبت 5:30 على شاشة العربية. في صمت الأشياء من حولك، في كل حركة متناغمة وسكون، في الانتظار لانتهاء الألم، في كل ثانية تمر هناك أحداث، صراعات، في كل جزء من العالم، فكل لحظة ترسم مشهدا، تشكل خبرا، تصنع حدثا. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها استدعت القائم بالأعمال السويدي المؤقت في طهران لإبلاغه احتجاج طهران على اتهامات خبيثة ولا أساس لها وجهتها ستوكهولم لإيران. مفادها أن طهران تستخدم عصابات إجرامية لمهاجمة إسرائيل ومصالحها في السويد وأوروبا، إضافة لمعارضي النظام الإيراني. قدم الرئيس الأسبق محمود أحمد نجاد ترشحه للانتخابات الرئاسة المقبلة، ومن المقرر أن ينشر مجلس صيانة الدستور في 11 يونيو قائمة المرشحين المؤهلين لخوض المنافسة بعد إجراء تدقيق بشأنهم. يذكر أن أحمد نجاد تولى رئاسة إيران لولايتين متتاليتين بين 2005 و2013 حين خلفه الرئيس السابق روحاني. قال الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمد نجاد إن ترشحه للانتخابات الرئاسية جاء استجابة للكثير من الإيرانيين الذين طالبوا بترشحه. قال في كلمة أعقبت تسجيله للترشح إنه يدرك تماما أن المهمة ليست سهلة نظرا للظروف التي تمر بها إيران. الناس يصرون على أن أدخل هذا المشهد. لقد قلت أيضا طوال هذه الأيام إنني أقوم بدراسة الأمر. أنتم تعلمون أن العمل شاق ومعقد، الوضع صعب ومعقد، لكن منذ يومين أو ثلاثة أيام يأتي الناس ويقولون إننا كشعب نأمرك بالمشاركة، وأنا كخادم صغير للشعب الإيراني ماذا يمكنني أن أفعل تجاه هذه الدعوة؟ من الصعب جدا مقاومة هذه الدعوة، مع أنني أعلم أن الجانب الآخر من الموضوع صعب جدا جدا وهناك مهام ثقيلة. أعرف ظروف البلد، لكن أريد أن أقول لكم إنكم انتصرتم أخيرا.
ومن أبرز المرشحين الذين قبلت أوراق ترشحهم للانتخابات الإيرانية الرئيس السابق لمجلس الشورى علي لاجاني والمفاوض النووي السابق سعيد جليلي وعمدة طهران علي رضا زكاني الذي ينتمي للتيار الأصولي المتشدد، إضافة لوحيد حقانيان الذي يعتبر اليد اليمنى للمرشد الإيراني علي خامنئي، وهي المرة الأولى التي يترشح فيها أحد أعضاء مكتب المرشد بشكل مستقل، كما أعلنت النائبة السابقة المتشددة زهرة اللهيان ترشحها للانتخابات الرئاسية. اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية بالتعليق على تغريدات المرشحين للرئاسة الإيرانية المقررة في 28 من هذا الشهر، وفي هذا السياق المرشح المحتمل علي لاجاني استخدم هاشتاغ لنرتفع في تغريداته، حيث فسرها المحافظون على أنها استهزاء أو إهانة للرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي. وعلى الفور رد رئيس البرلمان الحالي محمد باقر قليبات بهاشتاغ مضاد حمل عنوان لنرتقي، دعا فيه إلى الترفع عن الصغائر والسخرية، حيث دعا إلى النظر لإنجازات الرئيس الإيراني الأسبق رئيسي وعدم الإساءة للمنافسين. مع بداية العد العكسي لانتخابات الرئاسة الإيرانية المقررة لنهاية هذا الشهر، أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي المكان الأسهل لأبرز المرشحين المحتملين لطرح مناظراتهم وبرامجهم والرد على بعضهم البعض. الجديد هذه المرة اشتعال حرب كلامية بين المرشحين علي لاجاني رئيس البرلمان الإيراني السابق وسعيد جليلي كبير المفاوضين السابق في الملف النووي الإيراني. لاجاني استخدم هاشتاغ لنرتفع في تغريداته، حيث فسرها المحافظون على أنها استهزاء أو إهانة للرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي خلال سقوط مروحيته، حين أعطى قائد رحلة الطيران الأمر بارتفاع المروحيات للخروج من الضباب. على الفور رد رئيس البرلمان الحالي محمد باقر قليباف بهاشتاغ مضاد حمل عنوان لنرتقي، دعا فيه إلى الترفع عن الصغائر والسخرية، ليعود لاجاني ويرد بشكل غير مباشر على تفسير البعض لتغريدته بغير ما تحمل، موضحا أن الارتفاع هو استراتيجية لاستكمال الطريق ونمو البلاد وتطورها وتغيير الأجواء الانتخابية لمرة واحدة. لكن رغم ذلك شن جليلي هجوما شرسا على لاجاني دون أن يسميه، فكتب في تغريدة مفادها أن قول بعض الجمل اللطيفة والسخرية من الآخرين قد يكون لافتا وساحرا لكنه لا يفيد الناس، معتبرا أنه من يريد المحافظة على حقوق الشعب كان مسؤولا منذ سنوات في البرلمان. لكن لاجاني لم ينتظر طويلا، إذ شارك تغريدة جليلي مستعينا بخدمة الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي ناشرا معها جدولا بالأجوبة التي قدمها على سؤاله حول مكافحة الفساد خلال توليه رئاسة البرلمان. كتب معلقا: أخي العزيز الدكتور جليلي، لقد طرح سؤالك على تشات جي بي تي فقدم إجابات كاملة إلى حد بعيد، لكن بالطبع هناك بعض الأشياء التي لم يذكرها. ختمت تغريدته بالقول: آمل أن يكون مفيدا لك. من طهران ينضم إلينا مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية دكتور محمد صالح صادقيان، أهلا بك معنا على شاشات الحدث وفي استوديو الحدث. إذن بدأ السباق الانتخابي على الأقل على وسائل التواصل الاجتماعي وفيها يستخدم حتى تشات جي بي تي، لكن دعنا نتحدث عن من ترشح مؤخرا وهو أحمد نجاد للمرة أو بعد استبعاده مرتين يبحث عن ولاية ثالثة، ما حظوظه باعتقادك؟ وهل البعض رأى في ترشحه تحدي مباشر لخامنئي شخصيا؟ تحية لك وللمشاهدين. بالتأكيد يعني أنا أعتقد بأن حظوظ أحمد نجاد حظوظ ليست كبيرة، خصوصا وأنه رفضت صلاحيته لمرتين، وبالتالي الآن هو يريد عدة رسائل أن يوجهها من خلال ترشحه لهذه الانتخابات. أولا هو يريد أن يقول بأنه لا زال هو في الساحة السياسية الإيرانية وفي صلب هذه الساحة من خلال ترشحه لرئاسة الجمهورية. النقطة الثانية هو يريد أن يحرج النظام السياسي، وبالتالي هو يعلم بأنه سوف لن يمر من فلتر مجلس صيانة الدستور، لكنه يريد ذلك. أحمد نجاد شخصية شجاعة ومثابرة
وهو في نهاية المطاف يحب التحدي، وبالتالي وجوده اليوم في وزارة الداخلية من أجل تسجيل اسمه كمرشح للرئاسة هو يريد أن يجسد هذه الصفات الثلاث، الشجاعة والمثابرة والتحدي، وبالتالي أعتقد بأنه أيضا يريد أن يرسل رسالة أخرى لجماعته من جبهة الصمود البايداري. هذه جبهة الصمود هي هو أحمد النجات ينتمي لها، لكنهم الآن هم معرضين عنه، لا يريدون أن يلتقوا معه، لا يريدون أن حتى أن يكتبوا اسمه أو يعلنوا عن اسمه، وبالتالي حتى لم يشاوروه في أنه ذلك. هذا الشخص الذي كان في يوم من الأيام رئيس لإيران طرف صلاحياته مرتين، هل هذا غريب؟ يعني هذا شخص كان رئيس، يعني لا يجرب لأول مرة ومع ذلك يستبعد مرتين. ما هذا ونفسه. هذا نعم هذا ممكن، لأنه ربما يعني أنا أناقش من الناحية الموضوعية الواقعية، أنه شخص كان خلال 8 سنوات هو في إطار الخيارات التي أو في إطار المواصفات التي يرى فيها مجلس صيانة الدستور بأنها مؤهلة لأن يقود البلاد كرئيس جمهورية. الآن مجلس صيانة الدستور عندما ينظر إلى صلاحية هذا المرشح أو ذاك هو ينظره إلى ما هو عليه الآن، هل إنه يفيد أو مناسب لأن يكون رئيس جمهورية إيران بناء على الإدارة والتدبير والحكمة وكل ما يتضمنه البنود الدستورية التي يستند عليها مجلس صيانة الدستور من أجل قبول صلاحيته، وبالتالي طيب هل يمكن سابق جيدة الآن يمكن أن ترفض صلاحيته؟ هل يمكن لمجلس صيانة الدستور أن يوافق على سيدة لتولي هذا المنصب؟ تعلم أن هناك سيدة سأعلنت ترشحها للانتخابات الرئاسية، صحيح أنها يعني موجودة في البرلمان على قوائم أو تفوز في البرلمان على قوائم المتشددين، لكن في بلد وفي نظام وفي مجلس صيانة الدستور استبعد معتدلين وإصلاحيين، هل يقبل بتولي امرأة؟ حقيقة قضية المرأة في رئاسة الجمهورية لا زال لديها جدل في داخل إيران. الدستور يذكر بأن رئيس الجمهورية يجب أن يكون من الرجال، الآخرون يفسرون الرجال ليس معنى ذلك بأنه جنس الرجال، وإنما بناء على الآية القرآنية أنه الرجال، وهي يقولون بأن الرجال تعني الرجل والمرأة ولا تعني أنه جنس الرجل. لحد الآن مجلس صيانة الدستور الذي ينظر ويفسر القانون لم يحسم هذا الأمر، وبالتالي هو لم يقل لحد الآن خلال 4 عقود لم يقل بأنه يرفض ترشح المرأة، لكن الآن هذه المرأة هل هي سوف يرفضها لسبب آخر لأنها غير مدبرة، لم تمارس العمل التنفيذي أو ما شابه ذلك، لكنه لحد الآن لم يبت في هذا الأمر، هل هو يقبل المرأة أم لا؟ هو لم يقل ذلك، ويقول لترشح المرأة ونرى، وبالتالي أنا أعتقد بأن هذا هو تحدي لمجلس صيانة الدستور وللنظام بشكل عام، هل يقبل بأن يعني هل يفسر القانون بأنه يسمح للمرأة بالترشح لرئاسة الجمهورية؟ لحد الآن هذا الأمر مسكوت عنه. يعني لا يوجد حديث في هذا الباب. طيب نذهب للجدل الموجود على وسائل التواصل الاجتماعي، لا يكتفي المرشحون على ما يبدو فقط بالتغريدات، ولكن حتى يستعينون بتشات جي بي تي للرد على بعضهم البعض. تعليقك على هذا السجال بين المرشحين الذي وصل حتى طرح الأسئلة على تشات جي بي تي ثم عرضها؟ هذا صحيح جدا، يعني وسائل التواصل وهذه التطبيقات الجديدة هي تستخدم في كل مكان، حتى في الولايات المتحدة الآن نحن نقرأ ونسمع بأن مثل هذه التطبيقات تستخدم في السباق الرئاسي ومن خلال مناصرين وما شابه ذلك، وأنا أعتقد بأن إيران يعني ليست بعيدة عن مثل هذه التطبيقات، وبالتالي ربما وأنا أنتظر وأتوقع أن تكون هناك استفادة أكثر من هذه التطبيقات يعني من كل التطبيقات الإلكترونية، وبالتالي أنا أرى بأن هذه التطبيقات أو الإعلام الجديد دخل إلى معترك الحياة السياسية، سواء كان في ممارسة العمل السياسي أو في الانتخابات أو في أي مجال آخر. نرى منصة إكس مثلا على سبيل المثال الآن هي حافلة بكل المواضيع والمواقف السياسية، وهي ترسل رسائل وتستلم أخرى، وبالتالي هذا
هو عصر الإعلام الجديد. شكرا جزيلا دكتور محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا دائما على وجودك معنا. شكرا. ختام الساعة الأولى من استوديو الحدث، عودوا ألقاكم على رأس الساعة القادمة إن شاء الله، إلى اللقاء. تتوقف تحطم كل شيء، تاركة خلفها ذاكرة ورماد وحكايات يرويها من بقي منهم، لكي تبقى شاهدة على المكان والزمان والإنسان. اليوم حرب السودان عامها الثاني. هذه الحرب اللعينة وقعت على رؤوس المدنيين السودانيين وقتلتهم وشردتهم. من الضروري جدا أن يتم الارتقاء إلى حجم المعاناة الكارثية. الأزمة الآن تنحدر إلى الدرك الأسفل، انحيازات غبلية، قتل بناء على الهوية. 90% ممن يواجهون مستويات الطوارئ من الجوع في السودان محاصرون في مناطق القتال الدائر. حضرتك تقول أن قوات دعم السريع متعاونة بموضوع إيصال المساعدات، فيما الجيش غير متعاون؟ بكل تأكيد الدعم السريع متعاون. قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. هذه الحرب أكدت وحشية الطرفين، بعدها يكون السودان أو لا يكون. هل هناك أي بوادر لأي خارطة طريق يتم القبول بها من جانب الطرفين؟ ماذا لو قيل لك أنك تعايش الآن أحداثاً لم ترها البشرية من قبل، أخباراً غيرت مسار التاريخ وشكلت وبعثرت ورسمت قصصاً وحكاية. احنا اليوم في نكلة ثالثة، تهجير ثالث. ماذا لو قيل لك إنك تشهد على مرحلة زمنية سيكون لها أثر على أجيال قادمة لعشرات السنين؟ أنت الآن تتابع الأخبار، تشاهد أحداثا عالمية وهي تتشكل من حولك. تابع الحدث لحظة حدوثه. الدقة، الموضوعية والسرعة في نقل الأحداث كما هي، مهمة أخذناها على عاتقنا منذ البداية الأولى، ولأننا نعيش في عالم التحولات السريعة كنا دائما في قلب الأحداث بحثاً عن الكلمة والمعلومة. نحن هنا لنقل وتوثيق وتحليل ما يدور على الساحات الإقليمية والدولية. الحدث، حيث يلتقي الواقع والإبداع في العرض والتحليل على مدار الساعة. يتعرض معظم سكان الأرض لتقلبات جوية، حيث الأعاصير والزلازل وارتفاع درجات الحرارة فتسببت بوفاة وتهجير الملايين وأضرار اقتصادية هائلة. ففي كل لحظة هناك أناس يواجهون التغير المناخي في بقعة ما من هذا الكوكب، فنحن لا نقف عند آثار ذلك عليهم، بل نحاول جاهدين أن نبحث في كيفية إيجاد الحلول لمواجهة هذه الأزمة العالمية مع الخبراء والمختصين. The climate crisis is spiraling out of control. Thank you.
يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. الآن استوديو الحدث. أهلا بكم مشاهدينا في الساعة الثانية من استوديو الحدث، هذه أبرز العناوين. بين ضغط واشنطن والمتظاهرين ورفض اليمين، نتنياهو يقر بقصور في مقترح بايدن لوقف الحرب في غزة ويتجه لقبوله. لقاء مصري إسرائيلي أمريكي اليوم بالقاهرة لإعادة فتح معبر رفح واستمرار الجدل حول إدارته. أحمد نجاد ينضم للمترشحين لانتخابات الرئاسة خلفا لرئيسي، وجدل بين المترشحين على شبكات التواصل. يوم مشمس وضربات صمت خلالها الجميع، ماكنزي يكشف تفاصيل لحظات مقتل قاسم سليماني. الفريق ياسر العطا يتوعد الدعم السريع بضربة أعنف ويجدد التمسك برفض الهدنة. أكد ياسر العطا عضو مجلس السيادة السوداني ومساعد القائد العام للقوات المسلحة إصرار القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى على حسم ما وصفه بالتمرد بشكل نهائي وعدم العودة للتفاوض إلا بالالتزام بمخرجات منبر جدة. على حد قوله قال بيان لإعلام مجلس السيادة إن العطا تفقد القوات بمنطقة وادي سيدنا وهنأها بعد تنفيذ عملية بحري، وأضاف العطا أن هذا الشكل من العمليات سيتكرر في مواقع مختلفة وفي أوقات مختلفة دون الإفصاح عن ذلك، مؤكدا بأن النصر بات قريبا. عندما نقول يا جيش ننتقل من الدفاع إلى الهجوم، هجوم في كل المحاور كل الاتجاهات، كل يوم يومين ثلاثة هجوم في كل الاتجاهات. الناس ديل ما فضل لهم شيء، ما في هدنة. نقول له تمام السيد نائب الرئيس، جيشك جاهز. وهذه العملية صدقوني ستتكشف أسرارها كلها، حتكون في المعاهد العسكرية في السودان وفي أفريقيا وفي الوطن العربي جميعا. بنرتب قوة أشمل والدور ده الضربة في حتة ما بتوقعوها. من الخرطوم ينضم إلينا مراسل الحدث المقداد حسن حول الوضع الميداني اليوم. المقداد معك التفاصيل الجديدة في ظل هذه الاشتباكات والتوتر الكبير في عدة مناطق في الحقيقة، ولكن دعنا نبدأ من حيث أنت من الخرطوم. بالفعل التطورات الميدانية هي قليلة جدا مقارنة مع ما كان من العملية العسكرية الكبيرة التي وصفت بالنوعية من قبل الجيش السوداني في جسر الحلفاية أقصى شمال مدينة أم درمان وشمال مدينة بحري. اليوم تركزت العمليات العسكرية في مدل السريع من القيادة العامة للجيش السوداني في وسط العاصمة الخرطوم نحو أهداف وتمركزات للدعم السريع في أحياء شرق وجنوب العاصمة. أيضا تصاعدت أعمدة الدخان في وسط العاصمة الخرطوم، مناطق تتحرك فيها قوات الدعم السريع. وأيضا كنا نتابع عمليات عسكرية بصورة متقطعة في الأحياء الجنوبية من العاصمة، محاور شرق النيل وكذلك سلاح الإشارة ومدينة أم درمان. كل هذه المناطق اليوم تشهد هدوءا حذرا
قادرا على وقع وعلى خلفية المعارك التي دارت يوم الجمعة. على خلفية المعارك أيضا التي حدثت يوم الجمعة، العطا أو نائب القائد العام للقوات المسلحة زار عدد من المواقع العسكرية في قاعدة وادي سيدنا العسكرية، وتوعد بأن الأيام القادمة ستكون محل عمليات عسكرية، وصفها بالكبيرة جدا في مختلف المحاور، سواء كان في قاعدة جبل أولياء العسكرية أو في محاور شرق النيل. لم يحدد المكان والتوقيت، لكن على ما يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد عمليات عسكرية عنيفة ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. ننتقل سريعا إلى الفاشر، وعلى خلفية المعارك التي دارت بالأمس وصلتنا أنباء عن مقتل 11 قتيلا في على خلفية هذه المعارك، وأكثر من 40 جريحا وصلوا إلى مستشفى سيد الشهداء بالأمس. أيضا الأوضاع العسكرية اليوم تشهد هدوءا حذرا وتوترات في النواحي الشمالية والشرقية. التحركات الأممية في سبيل رأب الصدع بين الطرفين ضحى هي متواصلة من قبل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، زيارة إلى القائد العام للجيش ورئيس مجلس السيادة، وبحث اللقاء أيضا يعني عدد من عمليات صناعة فرص السلام والعودة إلى منبر جدة، وقال إن الأمم المتحدة تأمل أن يعود الطرفين إلى طاولة المفاوضات في منبر جدة، وأيضا عقبتها زيارة إلى العاصمة الكينية نيروبي، والتقى بوفد من التفاوض التابع لقوات الدعم السريع. أيضا بحث اللقاء ذات الأجندة وسبل صناعة السلام بين الطرفين المتحاربين، وأيضا تحدث عن المأساة الإنسانية الكبيرة والكارثية التي يعيشها إقليم دارفور وبالأخص مدينة الفاجر هذه الأيام. الأوضاع الكارثية هي أيضا تنطبق هنا في العاصمة الخرطوم، ما تزال الخدمات الأساسية منقطعة في معظم أحياء العاصمة الجنوبية والشرقية ووسط العاصمة، وكذلك في ضواحي شرق النيل، الكهرباء، المياه، الاتصالات، كلها عوائق تواجه المواطن السوداني الذي ما زال محاصرا في هذه المناطق، وهو يكابد العيش في سبيل توفير هذه الاحتياجات الضرورية بصورة يومية. نحن سنتابع معك كل هذه التطورات أول بأول، وشكرا جزيلا على هذه المعلومات والتفاصيل. مراسل الحدث المقداد حسن، كنت معنا من الخرطوم. من القاهرة معنا الكاتب الصحفي السوداني سيباوي يوسف، أهلا بك معنا على شاشة الحدث. ياسر العطا عضو مجلس السيادة السوداني ومساعد القائد العام للقوات المسلحة يقول أن القوات المسلحة مصرة على حسم ما وصفه بالتمرد بشكل نهائي، ويقول أيضا أنه لا عودة لأي مفاوضات دون الالتزام بمنبر جدة. ما الذي فهمته من هذه التصريحات؟ ما الرسائل التي يريد أن يوجهها؟ مرحبا بك ومرحبا بكل متابعي قناة العربية الحدث. حديث ياسر العطا هو حديث ظل يكرره منذ اندلاع هذه الحرب اللعينة، ولا يحمل جديد، بل يعني هو استمرار في سياسة الإنكار، استمرار في سياسة إشعال حريق السودان، وهو يرتبط إلى حد ما أو بحد كبير بنوايا النظام السابق أو فلول استغلال أم استثمار سيباوي للتقدم الذي يحرزه الجيش في عدة جبهات الآن؟ يعني إذا تحدثنا بواقعية أكثر، يعني إذا كان هو يريد أن يتحدث عن تقدم للجيش، فكان هذا الحديث كان يمكن أن يكون أكثر صدقا إذا كان يعني يتحدث من مدينة الخرطوم بحري، التي يعني هو يتحدث عن أن الجيش تقدم فيها، وبالتالي هو يتحدث من مقاره في وادي سيدنا، وبالتالي يعني كل ما يمكن أن يقوله هو استمرار هذه الحرب، حتى لو قضى على 48 مليون سوداني كما تحدث من قبل. والواقع الآن يعني الشعب السوداني لا يريد أن يسمع مثل هذا الحديث، يريد أن يسمع كيفية تحقيق السلام، كيفية إيقاف الحرب، كيفية تقديم المساعدات الإنسانية. لكنه هو تحدث عن كيفية عمل كل ذلك حينما قال ممكن العودة للمفاوضات ولكن بعد الالتزام بمخرجات جدة.
هم عندما يتحدثون يعني عندما يتحدثون عن جدة، جدة هي في النهاية كان هنالك اتفاق، وهم حتى الآن عندما يتحدثون عن خروج قوات الدعم السريع من بيوت المواطنين، فهل قوات الدعم السريع الآن موجودة في بيوت المواطنين؟ فهل الآن يقاتلون في بحري من داخل بيوت المواطنين؟ هل يقاتلون في الجزيرة من داخل بيوت المواطنين؟ فهذا يعتبر عملية بتاعت استهلاك وتطويل لأمد هذا الصراع. ولكن الواقع يقول بأن يجد الطرفان في أنه كان يجب على العطاء أن يتحدث بواقعية. قد يقول البعض أن الواقع يقول أن الجيش السوداني تقدم في عدة مناطق كان يسيطر عليها قوات الدعم السريع. عندما نتحدث عن هذه الحرب ونتحدث بعد أكثر من 400 يوم من الدمار الذي حاق بالبنية التحتية للسودان، بالتدمير الشامل الذي شهدته، بما حدث من عملية بتاعت إنهاك لموارد الدولة السودانية، فبالتالي عندما نتحدث عن واقع يعني عسكري هو الآن يتحدث عنه، فهو ليس موجودا على الأرض، بل هو عملية بتاعت إنه استمرار لهذه الحرب العبثية التي وصفها البرهان نفسه بأنها حرب عبثية. وبالتالي كل ما طال أمد هذه الحرب كل ما تشعبت، وكما نشاهد الآن في غرب السودان في دارفور عندما بدأت هذه الحرب تأخذ المناحي القبلية، إن الحرب الأهلية بدأت تحيط بالسودان من كل جانب، الأوضاع الاقتصادية بدأت تزداد سوءا، وشبح المجاعة يطبق على الجميع. فكل هذا الواقع المزري الذي يعيشه السودان لا يحتاج إلى مثل هذا الحديث الذي يتحدث عنه العطاء، بل يجب أن يتحدث عن كيفية يتقدم الجيش خطوات نحو جدة، وكيف يتعامل مع هذه المرحلة بدلا من التصعيد الذي يعني في واقع الأمر لا يضيف جديدا للمشهد المعقد أساسا. لكن البعض يتساءل لماذا يتم يعني لماذا حضرتك تتحدث الآن عن التصعيد من جانب الجيش؟ هناك تصعيد أيضا من جانب قوات الدعم السريع. عندما نتحدث عن هذه الحرب التي تدور الآن ونتحدث عن الوقاية، يعني عندما نتحدث مثلا عن دارفور عموما والفاشر بشكل خاص، يعني مدينة الفاشر ظلت لأكثر من عام هي منطقة في الحياة، هي منطقة يعيش فيها المدنيون بشكل متكامل، ولكن يعني عملية إدخال حركات المسلحة، حركة مني أركم الناوي أو جبريل إبراهيم، والحشد لحرب أهلية بإطار قبلي في دارفور، فكل هذه يؤكد بأن هنالك من يريد تعقيد المشهد أو مشهد الصراع. هو صراع أساسا مبني على قيام حرب ما بين قوتين عسكريتين، وليس ما بين مكونات قبلية أو مكونات أهلية كما الآن يعني تصاعد هذه اللغة. فهذا يؤكد بأن هنالك تصعيد محدد لعملية بتاعت حرق دارفور في الإطار الأساسي، ومن بعد ذلك تفريغ مناطق كبيرة جدا من قوات الدعم السريع بدعوة المساندة أو المؤازرة. فهذه يعني عملية واحدة من التكتيكات التي نشهدها الآن في هذه الحرب. طيب بالتصعيد الحاصل عسكريا، هل هناك مجال لعودة المفاوضات في السودان بين طرفي الصراع؟ أعتقد أن المسؤولية الأخلاقية أولا تستوجب على كل أطراف هذا الصراع للجلوس في طاولة المفاوضات، من وقف معاناة الإنسان السوداني من أجل يعني إيضاع بعض النقاط نحو حل أو إيقاف إطلاق نار شامل، ثم بعد ذلك الحديث عن تقديم الإطار السياسي لعملية الانتقال المدني الديمقراطي في السودان. والآن يعني بالأمس نحن تابعنا يعني وفد التفاوض قوات الدعم السريع التقى بعناصر من منظمات الأمم المتحدة في نيروبي في الإطار الذي يتعلق بتوصيل المساعدات الإنسانية. فهذا أعتقد يعني إنه واحدة من الإشراقات التي يعني يمكن أن نبني عليها بأن الحوجة الإنسانية هي في الإطار الأساس تظل القيمة الحقيقية، بدلا عن الحديث عن القتال والحديث عن السيطرة والحديث عن كيفية القضاء على طرف على الآخر. شكرا جزيلا الكاتب الصحفي السوداني سيبوي يوسف، كنت معنا من القاهرة. وفي استوديو الحدث لكن بعد الفاصل، غارة إسرائيلية تقتل شخصين في بلدة حولا جنوب لبنان.
أكثر من 22 مليون متابع وما يقارب 475 مليون مشاهدة ونصف مليون زائر لموقع الحدث شهرياً. تابع وشاهد الأخبار المحلية والعربية والعالمية على الحدث من خلال منصات التواصل الاجتماعي. شاهد وشارك وتساعد. تجدد المعارك بين الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطوم. هذه المعارك متواصلة بوتيرة واحدة. كأن المشهد يتكرر دائما. إلى متى سيبقى الوضع على ما هو عليه؟ في سلاح المهندسين تحديدا، هل في الأيام الماضية كان هناك تعاطي مختلف مع تلك المنطقة غاية في الأهمية بالنسبة للطرفين؟ أقوات الدعم السريع تريد أن تصعد من عملياتها العسكرية. كل المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع، الشعب يشعر بالأمان، يشعر بالاستقرار. هنالك انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان. سوق الشعب تعرضت لنهب، يعني بجد الحالة أصبحت صعبة. كيف تقرؤون دعوة مالك عجهر الأخيرة؟ الحرب الآن في السودان هي حرب عبثية، كل طرف يسعى للثأر والانتقام من الآخر على حساب المواطن السوداني. الآن وبعد تعثر مفاوضات جدة، ما السيناريوهات إذن القادمة؟ إعلام لبناني بمقتل شخصين في غارة إسرائيلية على بلدة حولة جنوب لبنان، كما تحدثت الوكالة اللبنانية للإعلام عن إصابة آخر في قصف إسرائيلي على بلدة بنت جبيل ووقوع أضرار مادية كبيرة في المباني القديمة لسوق بنت جبيل والمحال التجارية والمنازل، كما تضررت العديد من السيارات. كان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدراي قد أعلن في وقت سابق اليوم أن طائرة حربية إسرائيلية أغارت الليلة الماضية على أهداف بجنوب لبنان. أعلنت فصائل مسلحة عراقية أن قصفت بطيران مسير مدينة إيلات جنوب إسرائيل. سبق أن أعلنت الفصائل العراقية استهداف قواعد عسكرية أمريكية في العراق وسوريا أو أهداف في إسرائيل منذ بدء حرب غزة. نقطة الانصهار هو عنوان كتاب أصدره مؤخرا فرانك ماكنزي القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية. ماكنزي روى في كتابه تفاصيل ليلة مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني، الذي وصف بموجه لميليشيات إيران في المنطقة مذكرات عسكرية تحكي قصة تصفية قاسم سليماني. فرانك ماكنزي القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية يكتب قصة نهاية من وصفه بموجه ميليشيات إيران في المنطقة. القصة بدأت وفق المذكرات يوم 27 من ديسمبر 2019 إثر مهاجمة الميليشيات قاعدة كيوان الجوية الأمريكية في كركوك العراق، وبعد ردود عسكرية لم تكن كافية بالنسبة لدونالد ترامب الرئيس الأمريكي آنذاك، فأمر باستهداف سليماني، كما تمت الموافقة على استهداف قائد فيلق القدس في اليمن في الوقت عينه، والمرجح أن يكون عبد الرضا شهلاي. يروي ماكنزي أنه كان واضحا للاستخبارات الأمريكية أن سليماني سيهبط في مطار بغداد الدولي يوم 31 من ديسمبر ويغادره سريعا بالسيارة، فتم اختيار مسيرات من طراز MQ-9 مزودة بنظام صواريخ هيلفاير. سيناريو التصفية كان على الشكل التالي: مقاتلتان أمريكيتان تسقطان الطائرة بمجرد دخولها أجواء العراق، ولكن العملية تأجلت وفق المذكرات خوفا من تكرار حادثة إسقاط طائرة ركاب تجارية إيرانية عام 1988 والتي اعتقد أنها طائرة مهاجمة. وبعد 3 أيام وتحديدا عند فجر 3 يناير حط الطائرة سليماني في مطار بغداد. وهنا يروي ماكنزي بعض من التفاصيل.
تسمرنا أمام شاشة مراقبة في غرفة العمليات وبدأت العملية. هبطت الطائرة، التصق درج الركاب بها، فتح الباب، خرج سليماني قبل أن يركب في سيارة من سيارتين كانتا تنتظرانه. فجأة وميض أبيض ضخم يجتاح الشاشة وإحدى الزوايا راحت توثق تناثر أجزاء من سيارة سليماني. وبفارق 13 دقيقة فقط نفذ هجوم مماثل بمسيرة على منزل كان من المفترض أن يكون فيه قائد قوة القدس في اليمن، ولكن النجاح لم يكن مكتوبا لتلك العملية بحسب ما كشف ماكنزي. الكاتب الصحفي مصطفى فحص ينضم إلينا من بيروت لنتحدث عن هذه المذكرات لماكنزي والتي يتطرق فيها لكيفية مقتل سليماني. أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث. قبل التطرق لسيناريوهات مختلفة تم التباحث حولها، التفكير فيها لقتل سليماني، من قراءتك للتفاصيل المتعلقة بهذه المذكرات ومن متابعتك أصلا لهذا الملف، لماذا اتخذ أصلا قرار قتل سليماني؟ صباح الخير. هو حتى ماكنزي حتى الآن لم يجب على هذا السؤال، تحدث بك عن كيفية اغتيال قاسم سليماني، لكن لم يتحدث أي مسؤول أمريكي عن السبب المباشر لاتخاذ القرار باغتيال قاسم سليماني. حتى الفكرة أنه ضرب قاعدة كيوان في كركوك هذه ليست كافية لإسقاط التفاهم الذي بني بين الإيرانيين والولايات المتحدة في العراق. طوال 4 سنوات من الحرب على داعش كان قاسم سليماني ورجاله على الأرض والطيران الأمريكي في الجو، وكان هناك نوع من التباين والخلافات ميدانية بين القوات العراقية الرسمية وقوات الحشد الشعبي في بعض الأحيان، والتي كانت وهذه القوات الرسمية هي التي كانت تغطى بالجو من الجيش من الطيران الحربي أو طيران التحالف التي كان بأغلبها أمريكي. وكان قاسم سليماني يستعرض حضوره في العراق في المحاور القتال مع داعش ولم يتعرض لأي تهديد أو محاولة اغتيال. قاسم سليماني يعتمد على الأمن بالسياسة، أي أن هناك تفاهمات أمنية سياسية تمنع اغتياله، لذلك هو كان يتحرك بنوع من الأمن الحركة المريحة في بغداد، بحيث أن يحمي ما أن لا يكون هدفا سهلا أو بطريقة أن يتعرض إليه أحد أو جهة أخرى، لأنه كان يضمن أن الولايات المتحدة لن تتعرض له. لما كان نزل في مطار بغداد لما تجول وزار، والجميع يعلم أنه يسكن في بعض البيوت يستقبل في بعضها. صحيح. وبالتالي كان مستقرا. كم لفتا كان أنه يتجنب الحديث عن الخطوط الحمر التي تخطاها سليماني لاتخذ قرار قتله. الذي تخطاها سليماني على الأرجح بالتحديد ليست كركوك، بل أن بعض كتائب الحشد الشعبي الأكثر قربا من قاسم سليماني كانت على سور السفارة في رد على انتفاضة تشرين في العراق. وهل شعرت الولايات المتحدة أن هناك سيناريو جديد كما سيناريو السفارة الأمريكية في طهران، أن يتم اعتقال الدبلوماسيين وإذلال الولايات المتحدة وإجبارها على تنازلات كبيرة من أجل إطلاق سراح رهائنها لو حدثت؟ هل كان هناك تفكير لدى قاسم سليماني بأن يدخل إلى السفارة الأمريكية في بغداد؟ هل أعتقد أن هذه هي الخطوط الحمراء التي لا يمكن للولايات المتحدة أن تتجاوزها؟ فإذا محاولة اغتيال كان باعتقاد الولايات المتحدة أن هناك نية بالقانون نسميها نية جرمية، أن هناك نية اقتحام، فهي قامت بضربة وقائية لقطع هذا الاشتباك، وإلا كان تنسيق حتى لثورة تشرين والضغط الذي الحكومة النموذجية لإيران التي كانت تحظى بإجماع وطني عراقي وإجماع شيعي عراقي، حكومة عادل عبد المهدي، وهي قمة ما كان يمكن أن تصل إليه طهران في بغداد، تعرضت لانتفاضة تشرين في العقل الأمني الإيراني أن هذه الانتفاضة مدفوعة من الخارج أو من السفارة الأمريكية. في هذه اللحظة كان هناك نوع من التباعد بين الولايات المتحدة وإيران في العراق حول الاستقرار السياسي. هل قاسم سليمان
غامر إلى درجة أن انتشرين وارتدادات تشرين التي حصلت وخروج البيت السياسي، خروج السلطة من البيت السياسي الشيعي العراقي لمدة سنتين، كان قاسم سليماني يحاول أن يتجنب هذه المعضلة من خلال دخول إلى السفارة الأمريكية وإجبار الأمريكيين على التفاوض. هذا الاحتمال. لا يوجد احتمالات فعلية أخرى، إضافة إلى أن الولايات المتحدة بدراسة استراتيجية كان هناك ضغط على طرف داخل الولايات المتحدة بالأمن القومي يريد التخلص من ثقل قاسم سليماني، ولكن هل قتل قاسم سليماني قلما أظافر إيران في المنطقة؟ لم يحدث أي شيء. هل خليفته تراجع؟ على العكس، هناك رأي في طهران أن قاآني الأمني يشتغل بصمت، يقول عنه يذبح بالقطن، بينما قاسم سليماني كان استعراضيا. الذي حدث داخل إيران بما أنه كان الشخص الثاني حقيقية حقيقة في النظام وكان الشبيه بالصدر الأعظم، قد يكون خرجت تناقضات، قد تكون هناك خلافات نراها الآن حول النظام، ولكن أيضا هناك من تنفس الصعداء داخل إيران في المنافسين على السلطة بسبب سطوة قاسم سليماني. شخصية حتى الآن شخصية مثل قاسم سليماني بالنسبة للمريدي، بالنسبة للموالين له، هو شخصية كاريزماتية لديه تأييد من قبل صحيح، ولكن إذا كانت إيران نفسها تجاوزت مقتل قاسم سليماني بتفاصيل هذه الليلة، لماذا ركز عليها ماكنزي وتحدث عن كل هذه التفاصيل المتعلقة بليلة مقتل سليماني وأغفل الأهم وهو السبب؟ السبب هو استراتيجي ولا يخرج بهذه السهولة بدولة مثل الولايات المتحدة، وخصوصا إذا كان له بعد أمني. ماكنزي عسكري يتقاعد، يريد أن يتحدث عن إنجازاته، وهذا إنجاز كبير بالنسبة لقائد عسكري أمريكي. التوقيت، هل هذا التوقيت له علاقة بالانتخابات الأمريكية، بإنجاز ترامب الوحيد في الخارجي، أنه أن الشخص الذي كان يرعب الجميع، الذي كان الكل يتخوف من المساس به بسبب ردات الفعل، ترامب وماكنزي اتخذوا القرار وقالوا أن إيران في اللحظة الثانية، ليس في اليوم الثاني، في اللحظة الثانية تجاوزت قضية قاسم سليماني. وكان قتل سليماني بالنسبة لماكنزي ولترامب هو فضيحة استراتيجية لإيران، أنها لا تستطيع الرد وأن لن تغير أي شيء في المعادلة. من جانبها إيران استمرت في نفوذها. خسرت قاسم سليماني لأنه كان رمزا ميدانيا ورمزا معنويا لهذا الجهد الإيراني. الآن بما أن هذه الحكومة، هذه الإدارة بالنسبة للجمهوريين متواطئة مع الطرف الإيراني، ماكنزي يقول أنه إذا أردنا أن ننجز نستطيع وحتى بالقوة. شكرا جزيلا الكاتب الصحفي مصطفى فحص، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. أفاد مراسل الحدث بانهيار مبنى سكني في إسطنبول صباح اليوم مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات. أفاد والي إسطنبول داوود جول في تصريح له من مكان الحادث بوجود 9 أشخاص داخل المبنى وقت الانهيار. أضاف أنه تم إنقاذ 7 أشخاص حتى الآن، بينهم 5 مصابون بجروح طفيفة و2 في حالة خطرة، ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة مع بقاء 2 عالقين تحت الأنقاض. سيعطينا مزيد من التفاصيل مراسل الحدث زيدان زينكلو، ينضم إلينا من إسطنبول. زيدان، الكلمة لك. نعم ضحى، بالفعل الحصيلة النهائية كانت 9 أشخاص كانوا عالقين تحت الأنقاض. انتهت عمليات البحث وإخراج العالقين من تحت الأنقاض قبل حوالي 1.5 ساعة من الآن. تم إخراج كل العالقين من تحت أنقاض هذا المبنى المؤلف من 3 طوابق. سأحاول أن أدع الكاميرا ترصد هذه المشهد هنا. طبعا أعذريني بسبب وجود الكثير من الصحفيين وعمال الإنقاذ. طبعا كما نشاهد أعمال إزالة الأنقاض والركام بدأت قبل قليل بعد انتهاء عمليات إخراج العالقين من هذا المبنى. الحصيلة النهائية حتى هذه اللحظة كانت 8 مصابين، وتم إخراج شخص واحد ميت من تحت الأنقاض. 2 من المصابين هم بحالة حرجة كما أكد
أكد والي إسطنبول. طبعا التحقيقات الأولية وكما ذكر وزير البيئة والتحضر محمد أوزهاسكي تشير إلى أن البناء القديم الذي بني قبل 36 عاما كان طبعا بني دون الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية المناسبة. وبالتالي ما حالة الأبنية المجاورة لهذا المبنى الذي انهار؟ نعم يعني هذا الحي هنا في منطقة كتشوكتشك نجي، هذه المنطقة منطقة كارتالتبي هي منطقة قديمة نوعا ما، الأبنية المجاورة لا يوجد أي أضرار فيها حتى هذه اللحظة ضحى، لكن كما قلت يعني نتحدث عن مبنى قديم لم يتم الالتزام بالمعايير الصحيحة. وأكثر من ذلك يعني قال الوزير محمد أوزهاسكي بأن المواد المستخدمة، كان هناك رمال البحار أو رمل البحر استخدم في البناء كمادة من ضمن مواد البناء، بالتالي المواد لم تكن مواد صالحة لبناء أو بناء سكني. أضف إلى ذلك أن هذا المبنى المكون من 3 طوابق طحى كان يضم في الطابق الأول محال تجارية على الشارع الذي نشاهده تماما، أيضا الطابق الثاني كان يضم مكاتب عقارية، أيضا عفوا مكاتب للعمل، كانت اليوم فارغة لحسن الحظ بما أنه اليوم هو يوم أحد. أيضا سأضع الكاميرا نوعا ما ترصد المشهد، تشاهدون فرق الإنقاذ تواصل العمل. كما أتابع الحديث، الطابق العلوي هو فقط الذي كانت تسكن فيه عائلات. طبعا الوزير وزير البيئة والتحضر تحدث عن أن هناك مخالفة، أي تم بناء طابق ونصف دون أخذ تراخيص رسمية، بالتالي المبنى بشكل كامل أو كل المبنى سواء عند التشييد أو حتى فيما بعد التحديثات التي جرت على هذا المبنى يعني كان مخالفا بشكل كبير للمعايير المعمارية والهندسية في البناء. صحيح زيدان، يعني هذه نقطة مهمة التي ذكرتها، أنه في مبنى كامل نتحدث عن أنه 9 أشخاص فقط هم الذين كانوا بداخل هذا المبنى، وبالتالي يعني هل كان الباقي في العمل؟ لأنه أنت تقول أنه حتى في دور من هذه الأدوار أصلا هو مكاتب. نعم بالضبط، اليوم يوم أحد ويوم عطلة، بالتالي الأماكن المخصصة للعمل الطابق الثاني والأول نعم لم تكن مشغولة، فقط الطابق العلوي الذي كان فيه عائلات وانهار، بالتالي نتحدث فقط عن 9 أشخاص كانوا موجودين في المبنى لحظة انهياره. طبعا للتنويه، طبعا تقريبا معظم المصابين أو حتى الشخص الذي فارق حياتهم من جنسيات غير تركية، لم نتمكن من معرفة الجنسيات بالضبط، لكن أعتقد أن الأسماء هم من دول الاتحاد السوفيتي سابقا، لكن لا أستطيع تأكيد هذه المعلومة، فقط هي ملاحظة سريعة عند قراءة الأسماء. لم تصدر السلطات التركية بيانا بهوية المصابين أو جنسياتهم سواء كان المصابين أو حتى القتلى. طبعا نتحدث عن المبنى بالفعل، يعني هو لحسن الحظ أن الانهيار وقع يوم الأحد، وإلا كانت ستكون الطوابق الأخرى سواء الطابق الأرضي أو الطابق الأول أو الطابق الثاني ستكون مشغولة بالموظفين والعمال، لا قدر الله ستكون الأضرار والإصابات أكثر من ذلك بكثير. شكرا جزيلا على هذه المعلومات والتفاصيل، مراسل الحدث زيدان زينكلو كنت معنا من إسطنبول. وفي استوديو الحدث لكن بعد الفاصل، على خلفية منع تجمع لرئيسة حزب العمال المرشحة للرئاسة، جدل بين أكبر حزبين معارضين. لأن لكل خبر تداعياته،
تابع الحدث في مكانه وزمانه. كان يوما طبيعيا أو يبدو كذلك، لا شيء يختلف، انتظار، انشغال وسكون. كانت لحظة تسبق الخبر بقليل، ثم يبدأ حدث يؤثر على حياة الناس. تفاصيل تختلف، قصص تتشابه، ويبقى الإنسان هو محور الحدث. حزب جبهة القوى الاشتراكية الجزائري مسؤوليته عن منع المرشحة المحتملة للانتخابات الرئاسية عن حزب العمال لويزا حنون من تنظيم تجمع في قرية إغندوسان بولاية تيزي وزو، مبديا استغرابه من ورود ما وصفه ببعض التأويلات والتلميحات غير البريئة والكاذبة التي ربطت بينها وبين التجمع. أضاف الحزب أن ما حصل يعبر عن حالة الارتباك لدى البعض إثر قرار الأفافس بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. قالت أمانة المكتب السياسي لحزب العمال إن التجمع الذي كانت حنون ستعقده يوم السبت قد ألغي بعد أن أقر بإجماع أعضاء لجنة قرية إغندوسان. من الجزائر ينضم إلينا الدكتور توفيق بقعدة، أستاذ العلاقات الدولية والمحلل السياسي. أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث. هل يمكن اعتبار أن حمى الانتخابات الرئاسية بدأت تستعر في الجزائر بالفعل؟ هل ضيفي يسمعني؟ تحية طيبة لك ولكل المشاهدين الكرام. أعتقد بأن ما حدث بين سجال الإعلامي بين حزب جبهة القوى الاشتراكية الأفافاس وبين حزب العمال هو يدخل في إطار المشاحنات السياسية التي بدأت قبل أوانها، يعني قبل الحملة الانتخابية. وما نلمسه من خلال هذه المشاحنات هو عدم وضوح الكثير من نقاط الظل، خاصة وأن الحزبين تربطهما علاقات سياسية طويلة الأمد منذ تسعينات القرن الماضي، وكما أنهما ينتميان إلى نفس العائلة السياسية، ولم يشهد من قبل مثل هكذا مشاحنات. الاحتمالات الأولى أن من قام بإلغاء، لكنه شهد مشاحنات الآن، لماذا في منطقة القبائل؟ نعم، هذا ما أرد. إما أن يكون هناك تغيرات على مستوى التوجهات السياسية لكلا الحزبين، ورأى بأنهما لا ينتميان إلى نفس الطروحات التي كان يجمعان عليهما في السابق، وأن الانتخابات التي يزعم الطرف الآخر بأنه يحاول استغلالها أنهم يتنافسان على نفس الوعاء الانتخابي، وربما هذا ما أدى إلى هذه المشاحنات. لكن في المؤكد أن كلا الطرفين ينفيان أي علاقة بهما بهذه المشاحنات، وأنه الهدف الأساسي هو فتح المجال للحوار السياسي العام في البلاد. لكن هذا الجدل يفتح تساؤلات، ما الذي دفع جبهة القوى الاشتراكية للمشاركة في الانتخابات وهي التي قاطعت يعني انتخابات عدة في السابق؟ أكيد أن جبهة القوى الاشتراكية التي لم تشارك في هذه الانتخابات منذ 1999 تضررت كثيرا من وعائها الانتخابي وكذلك من قاعدتها الانتخابية، والبقاء على حالة العزلة التي المشاركة في مثل هذه المواعيد الانتخابية جعلها ربما تفقد الكثير من المناضلين و
تفقد كذلك الإطار الذي من خلاله تروج لطروحاتها ولأفكارها السياسية، وبالتالي تحاول من خلال هذه الانتخابات بالرغم من تأكدها بأنه لا يمكن المرور إلى رئاسة الجمهورية، لكنها تحاول أن تستغل الفرصة من أجل العودة إلى الساحة السياسية في ظل كذلك تنافس كبير لبعض الأحزاب التي تحسب على منطقة القبائل. وبالتالي فأعتقد بأن هناك مراجعات كبيرة جدا لحزب جبهة القوى الاشتراكية في ضرورة أن لابد من دخول للمعترك السياسي وعدم البقاء على الحياد كما دأبت عليه في المرات السابقة، وهذا ربما ما جاء نتيجة للقاءات التي عقدها رئيس عبد المجيد تبون مع طيف الأحزاب السياسية، وربما اقتنعت جبهة القوى الاشتراكية بأن الضمانات التي أعطتها السلطة كافية على الأقل من أجل نقاش سياسي حر ومسؤول في المجتمع الجزائري. تقول تنافس كبير، ما الدور الذي يمكن أن تحتله وتلعبه المرشحة المحتملة للانتخابات الرئاسية عن حزب العمال ويزا حنون؟ أكيد لويزا حنون شاركت في انتخابات 2004 و2014 وعديد من انتخابات التشريعية، ودائما وعاؤها الانتخابي رغم أنه في تآكل وتراجع نتيجة لعديد التحولات المجتمعية وكذلك التحولات على المستوى الدولي، لكن ما يلفت الانتباه أن لويزا حنون لازالت متمسكة بالمبادئ التي ظلت تدافع عنها، وبالتالي تعتبر هذه الفرصة هو من أجل الخروج من حالة السبات التي ظل عليها الحزب منذ 1919، وأنه فرصة كذلك من أجل تكوين قيادات جديدة على الممارسة السياسية في المستقبل وكذلك الانخراط في العمليات السياسية التي تقدمها السلطة سواء عبر الانتخابات أو عبر النقاشات العامة في البلاد. بالتالي بالرغم من إدراك الجميع بأن هذه الانتخابات شبه محسومة للرئيس عبد المجيد تبون في حال تقدمه على الترشح في هذه الانتخابات، لكن هذا ما هي فرصة بالنسبة للأحزاب من أجل العودة للاحتكاك بالمواطنين وكذلك طرح أفكارهم على المجتمع، وبالتالي السعي إلى الانتخابات القادمة، خاصة هناك حديثا عن انتخابات تشريعية ومحلية مقبلة. باعتقادك في هذه الانتخابات كيف سيكون مشهد التنافس الانتخابي بين المرشحين؟ أكيد أن السلطة كانت متخوفة بأن تكون هذه الانتخابات هي انتخابات بيضاء على شكل ما حدث في روسيا وفي عديد من الدول العربية، أن يكون المترشح السلطة هو المترشح الوحيد وأن هناك أطراف حتى المعارضين له المنافسين له يدعمونه كما حدث في عديد من الدول العربية، لكن بعد اللقاء أعتقد بأن هذه الانتخابات سوف تعيد إحياء النقاش السياسي العام، وهو ما تسعى إليه السلطة بأن تجعل لهذه الشرعية شرعية الانتخابات هي شرعية شعبية لضمان أكبر عدد المشاركة للناخبين وكذلك ظهور بمظهر انتخابات تعددية على الأقل على المستوى الشكلي. لكن كل القراءات الأحزاب السياسية ترى بأن هذه الانتخابات هي ليست فعليا للمنافسة على منصب الرئاسة بقدر ما هي فرصة لتسويق سياسي لبرامجها ولمشاريعها الانتخابية المستقبلية، وكذلك الانخراط في تجديد نخبها التي ربما يعاب على الأحزاب السياسية أنها لم تتجدد لعقود من الزمن. شكرا جزيلا دكتور توفيق بوقعدة، أستاذ العلاقات الدولية والمحلل السياسي، كنت معنا من الجزائر. دخل السباق الانتخابي في بريطانيا أسبوعه الثاني، شهدت الحملات الانتخابية زخما في عدد من الدوائر الانتخابية في السباق نحو البرلمان الذي تبقت له أقل من 5 أسابيع. تعهد زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر بتقليص عدد المهاجرين في وقت ترجح استطلاعات الرأي فوز حزبه في الانتخابات التشريعية المقررة في 4 من يوليو/تموز. من لندن تنضم إلينا مراسلة الحدث عروب عبد الحق. عروب أهلا بك معنا. إذن يبدو أن كل المرشحين أو البرامج مبنية على فكرة المهاجرين، ما هي التفاصيل؟
مرحبا ضحى. يعني بالفعل يبدو أن ملف الهجرة سيكون من المواضيع الرئيسية التي ستطغى على الحملات الانتخابية حتى يوم الاقتراع الجاري في 4 يوليو هنا في بريطانيا. ولكن لابد من التفرقة بين يعني المفاهيم، مفاهيم الهجرة التي يتم النقاش فيها بين السياسيين. هناك مفهوم طبعا قانون الهجرة غير القانونية، هذا ملف شائك طبعا وفيه جدل سياسي كبير، ربما فيه توافق أيضا بين الأحزاب السياسية على أنه لابد من وقف الهجرة غير القانونية، لكن الاختلاف على آلية تطبيق هذا الملف. وهناك الهجرة القانونية، الهجرة القانونية سواء الهجرة المؤقتة مثل هجرة الطلاب مثلا الذين يأتون إلى بريطانيا للدراسة في الجامعات البريطانية، والهجرة طبعا هجرة العمال والموظفين الذين يأتون للعمل في بريطانيا يسيرون عبر المسار القانوني لهذا يعني في 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 بريطانيا، ويتم تجنيسهم ويصبحون مواطنون بريطانيون. ولكن خلال اليومين الماضيين واليوم تحديدا، الجدل بين السياسيين هو على الهجرة القانونية أو على ما يعرف بمستويات الهجرة الصافية النت ميجريشن، طبعا لعدة أسباب. أولا البعض من هذه الأحزاب تقول بأنها تريد أن يكون للبريطانيين يعني دور أكبر في سوق العمل البريطاني بدلا من الاعتماد على العمالة الخارجية، وهناك طبعا رغبة سياسية عادة ما تكون شعبوية تريد أن ترى انخفاض في عدد المهاجرين بشكل عام في البلاد. ولكن هناك مشكلة حقيقية، هناك نقص في عدد العمال، هناك نقص في عدد الموظفين في بريطانيا، هناك مناصب شاغرة ولكن ليس هناك عدد كاف من الموظفين والعمال. وبالتالي السؤال يطرح للحكومة التالية، سواء كانت حكومة عمالية أو حكومة محافظين، من أين ستأتي بهذه الأعداد لشغل وسد حاجة سوق العمل البريطاني الذي يعاني بالأساس؟ يعني هناك حوالي 180 ألف وظيفة شاغرة مثلا في هيئة خدمة الصحة الوطنية، النظام الصحي هذا الذي يعاني بالأساس. هناك 7 ملايين مريض على لائحة الانتظار من أجل الحصول على الرعاية الطبية، طبعا هذه رعاية طبية غير طارئة نتكلم هنا. قطاع التعليم أيضا يعاني من نقص شديد في عدد المعلمين الذين يغادرون لندن بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، ورأينا سلسلة الإضرابات في هذا الموضوع خلال الأعوام السابقة. الحزبان الرئيسيان في هذه الانتخابات، تفضلي عروب، تفضلي. كنت أريد الحزبان الرئيسيان في هذه الانتخابات سواء العمال أو المحافظين يريدون خفض أعداد الهجرة. يعني إذا نظرنا إلى موقف العمال مثلا، موقف العمال فيه تغيير قليلا في موقفه، هو كان تقليديا من الداعمين للمهاجرين ويعتبر بأن يعني سياسات المحافظين سياسات عنصرية دائما ضد المهاجرين، ولكن رأينا زعيم المعارضة كير ستارمر يتعهد بخفض أعداد المهاجرين ولكن دون إعطاء طبعا إطار زمني لهذا الوعد. لكن قال بأنه تركيز أكبر على المهاجرين الذين يتدفقون على بريطانيا أم على المهاجرين الموجودين بالفعل داخل بريطانيا؟ يعني هو هم يريدون خفض المهاجرين القادمين إلى بريطانيا. يعني إذا رأينا حزب المحافظين مثلا وهو الحزب الحاكم الآن، هو يريد خفض المهاجرين. قال أن عدد المهاجرين الذين دخلوا إلى بريطانيا العام الماضي وصل إلى حوالي 600 إلى أكثر من 600 ألف مهاجر، ولكن هو انخفاض عن العام 2022 عندما وصل رقم قياسي حوالي 764 ألف مهاجر. ولكن مع هذا الرقم العام الماضي هو أكثر بثلاثة أضعاف من رقم عدد المهاجرين الذين دخلوا إلى بريطانيا في عام 2019، وهو طبعا هذه السنة كانت سنة الانتخابات الأخيرة. وبالتالي هم يريدون خفض أعداد المهاجرين، ولكن الاختلاف بين الأحزاب هي على آلية تطبيق هذه الخطة. مراسلة الحدث عروب عبد الحق، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من لندن. في مصر بدأ تطبيق الزيادة في أسعار الخبز المدعم. رغيف الخبز ارتفع سعره من 5 قروش إلى 20 قرشا. أحمد عثمان والتفاصيل. في إحدى قرى الريف المصري ومع ساعات الصباح الباكر، تتوجه أم محمد كغيرها من ربات البيوت إلى المخبز لشراء حصة أسرتها من الخبز المدعوم في اليوم الأول من تطبيق الأسعار الجديدة.
حيث قررت الحكومة رفع سعر الرغيف من 5 قروش إلى 20 قرشا. كنا بناخد بجنيه وربع، دلوقتي بقى بناخد 5 جنيه، وجوزي على باب الله بيشتغل بالفاس، يوم بيشتغل ويوم 10 ما بيشتغلش. سكان القرية عبروا عن استيائهم من القرار، فالخبز المدعوم يشكل لأسرهم عنصرا هاما. معنا 4 عيال يوتنوا، وإحنا وعيالي 3 وحمازي وحماية، يعني وسلاي في اليوم في التومين ده برضو، كل واحدة من النسوان بتاخد 5 رغيفة. دلوقتي بقى عشان نديها 5 رغيفة نديها فيه. الحكومة أعلنت أن هذه الخطوة كانت حتمية لدعم الموازنة. وزير التموين أكد أن الحكومة مستمرة في دعم الخبز، حيث يتم إنتاج 275 مليون رغيف يوميا بتكلفة تصل إلى 125 قرشا للرغيف الواحد. المنظومة توفر الدعم لحوالي 70 مليون مواطن مسجلين على قوائم الدعم. الإحصائيات تشير إلى أن فاتورة الدعم تصل إلى 91 مليار جنيه سنويا. ده طبعا قرار عادل وتأخر كتير جدا. مش عايزين ننسى دور الدولة والقادة السياسية، إن حضرتك رغيف الخبز المدعم الدولة بتدعمه بجنيه وربع، يعني ما زالت الدولة بتدعم ب105 لكل رغيف خبز. في أحد المنازل يتناول أبو وليد وجبة الإفطار مع أسرته. ارتفاع أسعار الخبز يشكل هاجساً لرب الأسرة، لأن الخبز هو العنصر المشترك للوجبات الثلاث. لازم عندي عيش أساسي مع كل مقطع، لازم 3 طقات الصبح وظهر المغرب خد حضرتك، فاحنا شغالين، فالنفس شغال بياكل، لازم يكون ما يعرفش يعني ما ينفعش رز لوحده وما يكون لوحدها، لازم احنا شغالين، لازم يكون العيش أساسي يعني بيرسم البطن الواحد بناكل يعني. ما بين حتمية القرار من المنظور الاقتصادي وتأثيراته الاجتماعية على ملايين الأسر المتضررة، ستشكل أسعار الخبز المدعوم تحدياً مستداماً للحكومة وهاجساً مستمراً لقطاعات كبيرة من المصريين الذين يطلقون على الخبز منذ قرون كلمة العيش. أحمد عثمان، الحدث، مركز توخ، محافظة القليوبية. ختام استوديو الحدث مشاهدينا لهذا اليوم، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.